إذا الهدية أعطيت للبنت، يعني المعطي قال هذه هدية للبنت، هذه الهدية تدخل في ملكية البنت. الأب ما إلى حق أن يأخذ هذه الهدية ويعطيها لشخص آخر، أو يأخذ أموال هذه البنت الصغيرة ويتصرف فيها، ما إلى حق. هذا محرم من الناحية الشرعية، لأن هذه البنت لها سلطة كاملة على أموالها. الآن هي محجورة من التصرف إلى أن تبلغ وتصبح رشيدة، ذاك بحث آخر. أما أب أو أم تستولي على أموال البنت، لا حق لها في ذلك. الزوج يستولي على أموال زوجته، حتى إذا زوجته تملك الملايين، ما له حق من الناحية الشرعية. هذه الأموال ملك طلق لهذه الزوجة، الزوج ما إلى حق أن يتصرف في دينار واحد من هذه الأموال إلا بطيب قلب منها، إلا إذا هي راضية، هي تبرعت بذلك، هي تنازلت للزوج عن أموالها أو بعض أموالها.